معايا بشير، هو ده الموضوع. معايا بشير عبد الفتاح، صاحبي وصديقي وحد انا بعتز بيه جدا واحترمه جدا. هو رئيس تحرير مجله الديمقراطيه اللي بتطلع عن الاهرام. يعني مش هدخل في تفاصيل كتير عشان مش عايز اقعد موجود بقى كده، ده بيحط لي فخ ولا حاجه. مساء الخير يا بشير. مساء الخير دكتور معتز. طب قول لي بقى، انت شايف المشهد الجميل اللي احنا فيه ده؟ الخناقه دستور من ناحيه بيخلص وشارع مضطرب، ويعني قول انت مش محتاج مني اسال. يعني وفي البدايه انا بشكرك يا دكتور معتز انك اتحت لي الفرصه دي، وان كنت يمكن اقول ان ده من اصعب اللقاءات التلفزيونيه اللي انا بعملها، لان لما اكون مع معتز عبد الفتاح انا المفروض ان انا استمع مش ان انا اتكلم. يا عم صل على النبي، الدنيا باظت خلاص. فانا لن اطيل احنا الاثنين نساعد بعض. لن اطيل، فاحاول ان انا اجتهد قدر المستطاع. المشهد السياسي انا شايفه الى حد ما مرتبك ومعقد. المصريين تصالحوا مع السياسة بثورة 25 من يناير اللي هم كانوا في حالة جفاء معاها لعقود طويلة، أصبح في مشاركة سياسية بكل مستوياتها، انخراط في الأحزاب، اهتمام بالشأن العام، مشاركة في عمليات التصويت، كل صور المشاركة السياسية بدأت تنمو بشكل ملحوظ، وفجأة بدأت تحدث حالة من الردة السياسية. عدنا إلى خصومة مع السياسة بدأت بقطاعات معينة ثم بدأت تتسع تدريجيا، وعدنا مرة أخرى إلى حالة من الجفاء. الخطوة اللي حصلت قبل قليل وهي الانتهاء من التصويت على الدستور الجديد ربما تفتح الأمل لعودة إلى السياسة، ربما تفتح الأمل للانتقال بالسياسة من الشارع إلى المؤسسات، ربما تنهي حالة السياسة الموازية، لأن كان عندنا مستويين. حلو. سياسة في الشارع وسياسة بتمارس على مستوى غير رسمي، ثم السياسة الأخرى اللي بتمارس في المؤسسات وعلى المستوى الرسمي. أعتقد أن ربما هذا الدستور يساعد على أن ينهي حالة الازدواجية ما بين السياسة الافتراضية أو الموازية وما بين السياسة الواقعية، وأن يحدث حالة من التصالح، وأن تبدأ خارطة المستقبل في أن تعرف طريقها إلى الاكتمال. طيب يعني كأنك بتقول لي أنه إحنا في مرحلة ما كان عندنا سياسة في الشارع، سياسة غير رسمية، ناس لا لهم احزاب ولا جماعات، يعني جمعيات تنظمهم، كان كده ايه زي الميه اللي مش ماشيه في النهر بتاعها، هي طوفان، وعندك مؤسسات واضح انها مهترئه ضعيفه مش عارفه تستوعب ده هنا. نعم. انت بتقول الدستور ده ممكن يكون نقطه بدايه في ان دول ينتقلوا، دول زي ما موجود في معظم دول العالم. يعني الديمقراطيه انك بدل ما تروح تعمل مظاهرات واحتجاجات واعتصامات وثوره والكلام ده، لا رشح نفسك في الانتخابات ولا اخره. هل حاسس انه في ناس مش هتفرق معاها لا دستور ولا مؤسسات ولا احزاب ولا حكومه ولا انتخابات ولا الكلام ده، احنا في الشارع لغايه ما نسقط الدوله ونسقط النظام والكلام ده؟ يعني يبدو ان هناك من ادمن السياسه في الشارع. يعني يبدو ان حاله الاغتراب السياسي لدى قطاعات معينه في المجتمع المصري خصوصا من الشباب على سبيل المثال، ويمكن قانون التظاهر ادى مؤشر لهذا الامر دكتور معتز، لانه ما كاد الشارع يتصالح مع المؤسسات وننتقل من الثوره الى الدوله حتى جاء قانون التظاهر واحدث فجوه جديده ما بين من كانوا يمارسون السياسه في الشارع وما بين المؤسسات. فتجد مره اخرى اننا اصبحنا في مواجهه الشرطه في مواجهه الشعب، المجتمع في مواجهه الدوله، فجوه الثقه تتسع تدريجيا، بدأت الانتقادات الدولية مرة أخرى لممارسات الدولة ولقوانين وتشكيك في الحريات. أصبح التيار الإسلامي الذي كان شبه معزولا أصبح الآن أقرب ما يكون إلى تيارات وفئات أخرى في قاسم مشترك جديد، وهو رفض قانون تظاهر، رفض تقييد الحريات. وبالتالي أعتقد أن في خطوة إلى الأمام وخطوة أخرى إلى الخلف. خطوة إلى الأمام بهذا الدستور الجديد، خطوة إلى الخلف بقانون التظاهر من حيث التوقيت ومن حيث ما تضمنه هذا القانون من إشارات تفيد بالتقييد وتفتعل أزمات جديدة ما بين المجتمع والدولة وما بين الشارع. يعني التوقيت، الثورة لم تكتمل، الحالة الثورية لا تزال متأججة، الفعل الثوري لم يكتمل بعد، وبالتالي من الصعب أن تنزع أهم شيء في الفعل الثوري وهو التظاهر في هذا التوقيت، بينما لم تتحقق أهداف الثورة حتى الآن. وبالتالي لا أتصور أن هذا الدستور على الأقل في الأشهر الأولى وربما في السنوات الأولى يستطيع أن ينقل مصر من الثورة إلى الدولة، أو أن يعود بالسياسة من الشارع والميدان مرة أخرى إلى المؤسسات والدواوين. طيب انا في عباره دايما بقولها وبتبقى يعني ببقى منزعج وانا بقولها، بس انا مضطر اقولها لان هي الحقيقه. كل ده سترنا من ايام احنا شفنا التقرير اللي زمايلي عملوه من 1882 لغايه النهارده، كان في ماده مش مكتوبه بس هي موجوده، ماده صفر. انا بقول الماده صفر دي عامله زي اي حاجه بتضربها في صفر بتساوي صفر. الماده دي بتتكون من ثلاث كلمات: الشعب مش مهم. بمعنى ايه؟ انك انت في الاخر بتعمل دستور ورقه، ما هو الدستور شويه ورق مكتوب، تيجي بقى ساعه التطبيق الناس ما بتشوفش فيه قيمه للي انت بتطبقه. يعني مثلا الدكتور مرسي الدستور 2012 هو طبق منه حاجه؟
يعني عايز اقول في الاخر خالص هو غير يعني انت دلوقتي واحده من الاجراءات ان النائب العام يعين من قبل مجلس اعلى للقضاء وهو يعني يختار وهو يصدق. طب ما هو ما عملش، كان المفروض انتخابات تحصل بسرعه وفقا لقواعد عادله واشراف مش عارف كده، ما هو ما عملش. تغيير الحكومه هو وعد ان تغيير الحكومه بعد، طب ما عملش. طب ايه بقى عايزين نتعلم علشان ما مش كل شويه نقع في نفس المطب كاننا عاملين زي الايه التلميذ الخايب اللي بتدي له الاجابه السؤال والاجابه هو برضه مش عارف يجيب الاجابه. الحقيقة دكتور معتز الدستور الجدل اللي دار أثناء الدستور يعني طرح في ذهن أسئلة صعبة ومعقدة لا تبعث على التفاؤل. يعني أولها المدة الزمنية اللي تم فيها تشكيل اللجنة والطريقة والانتهاء من الدستور. احنا قصدك التعديلات الأخيرة دي؟ الخمسين بالظبط. يعني احنا بقالنا أقل من 3 سنوات على ثورة يناير أسقطنا رئيسين، بقى عندنا مخلوع ومعزول ومؤقت، عندنا 2 في السجن وعندنا الثالث مؤقت، يعني مش عارفين الدنيا راحت فين بالظبط. يعني دي حاجه بس يحب لحظه. عملنا دستورين بقى عندنا دستورين، يعني في اقل من 3 سنوات احنا بنعمل انجازات مرعبه للغايه، بينما اهداف الثوره لم تتحقق، بينما اوضاع البلاد لم تتقدم، حتى صورتنا قدام المجتمع الدولي لم تكن هناك مؤشرات ايجابيه. فانا الحقيقه قلق ان احنا نقع في نفس اخطاء الدساتير السابق، وهي ايه؟ الفجوه بين الدستور والواقع. انك تصوغ دستور يبدو جيد جدا من خلال النصوص ولكنه لا يطبق ولا يوجد التزام بهذا الدستور. دستور 71 لم يكن رجسا من عمل الشيطان، كان فيه مواد كويسه جدا، مشكلته ان كان السلطه التنفيذيه ممثله في رئيس الدوله، يلتهم صلاحيات السلطات الاخرى، وكان فيه قيود وشروط على الحريات. تم تعديل هذا الامر، كان ممكن نمشي الدستور ده بعض الوقت ثم نضع دستورا في مدى زمني مسموح. الاتراك، انا عارف ان الكلام عن تركيا دلوقتي مش محبب، ولكن قعدوا سنتين، كانت في لجنه ال 12 مكونه من الاحزاب الاربعه الاساسيه في تركيا، وكانت بتعمل دستور يجب دستور 82 اللي العسكر حطوه بعد انقلاب 80. ومن حوالي اسبوعين ثلاثه اعلنوا فشل هذه اللجنه، ومن ثم استبقوا دستور 82 بالتعديلات اللي ادخلت عليه. احنا ما اعرفش ليه في مدى زمني قليل جدا، 60 يوم تشكل في 15 يوم او 30 يوم وبعدين تشتغل في الدستور في 30 يوم. يعني انا قلق من هذا الامر، ان عندنا دستورين عملناهم وفي نفس الوقت كده. الحاجه الثانيه انا خايف من التطبيق، هل هذا الدستور سوف يطبق ويكون هناك التزام بمبادئ هذا الدستور من قبل السلطه ومن قبل المواطن؟ فكره الى جانب التطبيق، فكره القوانين المكمله والمفصله للدستور، الدستور كما هو معروف مبادئ عامه، لسه المشكله عندنا في مساله التفاصيل والقوانين المفسره لهذا الدستور وتفسير هذا الدستور. برضو كان في اثناء النقاش حاجات خطيره للغايه، فكره العلاقات المدنيه العسكريه، فكره الديني والمدني، فكرة أزمة الثقة اللي موجودة في المجتمع المصري، إن كل فئة عاوزة تحصن نفسها بشكل أو بآخر، فكرة تفكير الناس في الكوتا. يعني احنا المفروض بنتكلم ان احنا دلفنا الى عالم السياسه، ان ثوره يناير نشرت المجتمع المصري، قطعنا خطوات على طريق الديمقراطيه، اختبرنا اكتر من اختبار ونجحنا، ومع ذلك تجد ان المسيحيين عايزين كوتا، ان المراه عايزه كوتا، في حاله من الاستسهال السياسي وفي حاله يعني عايز ياخد حقه دلوقتي بس ليش انتخابات يعني ناور نيفر، يعني زي ما يكون كل واحد خايف يعني دلوقتي مفيش بالظبط، حصن نفسك باي شكل او باخر. فده بيديني الحقيقه مؤشر مقلق للغايه. طب اسالك سؤال، انت فاكر مره احنا قلنا الكلام ده اتكلمنا فيه، قلت متوسط عمر الدساتير في العالم بصفة عامة حوالي 17 سنة، وفي دول مثلا هيتي بتعمل دستور كل 3 سنين. هل التعديلات دي ان شاء الله ان شاء الله تقعد معنا شوية، ولا هنلاقي نفسنا مع اي تغيير جديد في موازين القوى يلحق رجع ونقعد بقى ندخل في الجدل ده تاني؟ ما هي دي المشكلة، ان احنا عاملين كل تغير بيحصل في موازين القوى المحلي لازم يولد دستور جديد، وللأسف ان المفروض اللي بيسوق الدستور الجديد هو اللي ميزان القوى في مصلحته بشكل اكبر. عامل زي الحروب الدولية، كل ما تيجي حرب تيجي معاهدة دولية والمنتصر هو اللي بيضع الشروط بالظبط في هذا الإطار. فاحنا عاملين ده عندنا بشكل او بآخر. انا بعتبر ده حالة من عدم النضج السياسي، حالة من الارتباك الشديد، حالة من أزمة الثقة. فكرة ان واحد زي ما يكون بيتفنن في اعداد القوانين او اعداد العدة لرحلة ما، لكنه عاجز عن انه يخطو اولى خطوات هذه الرحله. يعني احنا حتى الان بنبني بنيان كويس جدا، بنشطبه بشكل كويس جدا، ولكن مش قادرين ان احنا نسكنه، مش قادرين ان احنا ندير هذا الامر. انشغلنا اكتر بالشكل اكتر من المضمون. يعني احنا محتاجين ثقافه السياسه، ثقافه الديمقراطيه، محتاجين قيم ومبادئ الديمقراطيه، محتاجين قبول الاخر. انا شايف ان ده في تراجع، يعني احنا بنقطع شوط طويل قوي في مساله محاكمات الرؤساء واسقاط الرؤساء، ان احنا نضع دستور، ولكن انا شايف انه لا يوجد قبول الاخر على الاطلاق، لا يوجد حاله من التسامح السياسي. يعني انك لما تيجي تتكلم عن المصالحه الوطنيه يبقى انت مارق وخارج عن الجماعة. يعني ده شيء مقلق للغاية. فكرة ألا تقبل الرأي الآخر، فكرة ألا تقبل الحوار والتصالح، كل دي مؤشرات صعبة للغاية. ده اللي قلقني أكتر من الدستور. يعني أنا ممكن أحط دستور رائع وممكن بالمناسبة يسر على 70-80% في الاستفتاء الشعبي، ولكن لما هاجي أطبق الدستور ده في بيئة غير صحية من الناحية السياسية وغير مواتية بالمرة لتطبيق الديمقراطية، طب أنا الدستور هيفيدني بإيه؟ إذا كانت الأجواء والثقافة والقيم
والأجواء مسمومة للغاية، أعتقد أن الدستور وحده لن يستطيع أن يعرش بنا من الثورة إلى الدولة أو إلى الديمقراطية المنشودة. يعني كأنك بتقول ضمنا هات لي دستور فرنسا، هات دستور ألمانيا، هات دستور أي دولة مطبقه في مصر مش هيشتغل. الا اذا الثقافه البسيطه اتغيرت بالظبط، حتى لو دستور 71 بالتعديلات اللي ادخلت عليه. لكن المساله هل البيئه والتربه مهيئه ان انت لو زرعت فيها او حطيت بذور اي قيم ديمقراطيه او اي دستور إن كان يمكن تطبيقه ويعرج بنا بالفعل الى مرحله الديمقراطيه، ام ان المشكله هي في المناخ السائد في المجتمع المصري؟ انا شايف انه في حاله من التناقض ما بين دستور نراه افضل بافعل التفضيل بقى، هو افضل دستور في تاريخ مصر وربما يكون افضل دستور في العالم، ولكن على كده يعني بالظبط يعني 2012 كان كده بالمناسبه كان كده افضل، 71 كان الاعظم والافضل في تاريخ العالم. ولكن المشكله انا شايف ان البيئه يعني المحيطة بهذا الدستور والسياق الذي يتم فيه صوغ هذا الدستور غير مواتب المرة لتفعيل هذا الدستور والوصول به إلى ما نتمناه جميعا، هو تحقيق أهداف الثورة وإقامة الدولة الديمقراطية ذات الحكم المدني. طب خليني أسألك سؤال مرتبط بماذا بعد الدستور أي مكان، نفترض أنه أقر، يعني مش هدخل في الجدل ده سواء يعني دستور الناس مرافضة ولا 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 قابلة به، بعد في كلام هل نعمل انتخابات برلمانية ثم رئاسية؟ ولأن النهارده لما بيغيروا ده النهارده اصل هي برضه لازم يعني برضه حضرتك يعني اكيد عارف لما تيجي في جلسه اخيره وانت بتحط تعديلات دستور وتيجي تقول لي لا استنى هوقف التصويت، لا احنا احتمال نغير خريطه الطريق، يبقى انت يعني زي ما تقول ارتباك وعدم وضوح رؤيه و الى اخره. طيب ماشي خلينا نساعدهم نحاول نقول وجهه نظرنا، الافضل انه نفضل زي ما احنا ماشيين برلماني رئاسي، يعني انتخابات برلمانيه ثم انتخابات رئاسيه، ولا رئاسيه ثم برلمانيه، ولا نجمع الاثنين في نفس اليوم؟ هو جمع الاثنين في نفس اليوم اعتقد تحول دونه صعوبات قانونيه وفنيه يعني اعتقد صعوبات عديده، يعني على اي اساس هعمل البرلمان والرئاسه الاثنين مع بعض؟ يعني ف اصل المشكله زي ما انت حضرتك بتقول ان مثلا ايه انه الرئاسي هو عشان يترشح حد للرئاسه في طريقين، واحده فيهم انه البرلمان يرشح، يعني اقصد ان بعض اعضاء البرلمان 20 واحد من اعضاء البرلمان يرشح اسمه. طب انت تحط الاثنين في نفس الوقت؟ لا اعتقد ان هيكون في صعوبه حتى فنيه وصعوبه قانونيه وصعوبات اداريه، وبعدين الدوائر يعني في قصص هتبقى كده معقده للغايه. ولكن انا شايف انه الاتجاه اميل انه يكون الرئاسيه قبل البرلمانيه. يبدو انه مصر جبلت على النظام الرئاسي، فكره الحاكم الفرعون لم نتخلص منها تماما، يعني يخطئ من يظن ان الفرعونيه السياسيه قد انتهت تماما، يعني والا بماذا نفسر يعني لجوء الناس، لجوء الناس فكره استحضار الحاكم ذو الخلفيه العسكريه مره اخرى. انه النهارده تجد هناك انبطاح من النخبه المدنيه امام النخبه العسكريه، تجد ان جميع مرشحي الرئاسه المدنيين او ذوي الخلفيات المدنيه يقول لك لو ان الفريق عبد الفتاح السيسي على سبيل المثال لو ترشح للرئاسه لن نترشح وسوف ننتخبه. يعني اعتقد انه فكره الرئيس والنظام الرئاسي اكثر جذبا للمصريين، وربما يميل البعض الى تفضيل الانتخابات الرئاسيه اولا حتى يكون هناك رئيس يمهد البيئه لانتخابات برلمانيه ويمهد الاجواء لخطوه لاحقه، وبالتالي اعتقد ان المزاج المصري اميل الى تقديم الانتخابات الرئاسيه. انت عارف انت كانك بتقول لي ان كل واحد في مصر عنده دستوره في دماغه ماشي بيه، انا رئيس جمهوريه نفسي يعني بغض النظر الدستور مكتوب فيه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل نقاشنا، وهنطلع بقى قدام شويه كده طب البلد رايحه فين لو ربنا اكرمنا سواء الاول او الرئاسيه الاول، وازاي لاي مدى الدستور ده فعلا بغض النظر عن مين اسم الرئيس ومين اللي هينتخب في البرلمان انه ينجح في انه يقيم دوله قادره على انها تشيل نفسها بنفسها. فاصل ونرجع نكمل نقاشنا.